نعم مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأفاضل، مشاهدي ومتابعي قناة الأيام الفضائية أينما كنتم، تغطيتنا لهذا اليوم حول انتشار أو ظهور أول حالة للحمى النزيفية هنا في مدينة الموصل وبالتحديد هنا في قرية جوجلي شرقي الموصل. معنا الآن دكتور فلاح الطاي مدير صحة نينا، وسوف يتحدث لنا عن ظهور المرض وكيفية المعالجة وأبرز إجراءاتهم من قبل دائرة صحة نينا. ونعم سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم دكتور، اليوم ظهور أول حالة بالحمى النزيفية المرض المنتشر هنا في نينوى، ما هي أبرز إجراءاتكم أنتم كدائرة صحة نينوى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية، نحن كدائرة صحة نينوى الإجراءات التي قمنا بها هي إجراءات استباقية قبل هذا اليوم، وكما كافحنا والحمد لله استطعنا أن نسجل نصرا كبيرا على الكورونا، إن شاء الله سننتصر على هذا الوباء. ومنذ تسجيل إصابات في المحافظات الجنوبية، نحن كدائرة صحة نينوى وبالتنسيق مع البيطرة أعلننا حالة تأهب قصوى، وكأنما هناك إصابات في هذه المحافظة تحسبا لحدوث إصابات، وقمنا بتوعية المواطنين وكذلك أصحاب الحقول والمواشي بضرورة تغطيس الأغنام والحيوانات ومكافحة القراد، لأن القراد هو الحشرة التي تنقل هذا الوباء إلى الإنسان، وكذلك ضرورة تغطيس الأغنام والماشية لكي نستطيع أن نحافظ على هذه المدينة. وبعد أن سجلت الإصابة في محافظة نينوى هذا اليوم، قمنا وعلى الفور بتشكيل الفرق الصحية، وذهبنا مباشرة كما تشاهد الآن نحن في منطقة الجوجلي، وقبل ساعة وصلتنا النتيجة من بغداد بعد أن قمنا بأخذ العينة من دم المصاب به وارسالها إلى بغداد. وبعد التأكد من أنها أصابت بهذا الوباء، قمنا بالذهاب إلى بيت الشخص المصاب، وتم تعفير البيت وكذلك المنطقة المجاورة ومتابعة الحالات الملامسة، الحالات الملامسة لهذا المصاب، عائلة المصاب وكذلك الجوارين. وأيضا هناك فرق توعوية منتشرة في هذه المحافظة تحث المواطنين على عدم شراء اللحوم من القصابين الذين لم يقوموا بالذبح العشوائي. كذلك نتمنى وندعو القوات الأمنية البطلة بالتعاون مع دائرة صحة نينوى ومحاسبة المقصرين، يعني هناك أعداد من القصابين يقومون بذبح الماشية والعجول في البيوت، وهذا يشكل خطر كبيرا على حياة المواطن. المرض ينتقل مثل ما قلنا من الحيوان إلى الإنسان عن طريق التماس المباشر مع الحيوانات المصابة، وكذلك عن طريق القراد أو عن طريق ذبح هذه الحيوانات المصابة. أما النقل الانتقال من الإنسان إلى الإنسان يتم فقط من خلال استخدام الأدوات الشخص المصاب أو عن طريق نقل الدم وغيرها من الأمور. هذا من ناحية. احنا كدائرة الصحة نينوى
هيأنا المستشفى خاص لهذا المرض، وتم عزل هذا المستشفى وتهيئة كل وتوفير كل المستلزمات الضرورية والأجهزة الطبية الخاصة لهذا الوباء، مكافحة هذا الوباء. وكذلك هناك أدوية، وهناك اتصال أيضا من قبل معالي وزير الصحة لنا مباشرة، ودعمه المتواصل لدائرة الصحة نينوى. وكذلك هيئنا الفرق أو الكوادر الطبية التي تتعامل مع الأشخاص المصابين بهذا الوباء، وتم تدريبهم تدريبا جيدا. وليعلم الجميع أننا في دائرة الصحة نينوى كوادرنا كفوءة، ونحن على استعداد كامل إن شاء الله للتصدي لهذا الوباء، وإن شاء الله تكون هذه الإصابة هي الأخيرة في هذه المحافظة. وهناك أيضا تعاون كبير من قبل القوات الأمنية، وأيضا نتمنى من الأخوة الإعلاميين الوقوف مع الصحة بنشر الثقافة والوعي لدى المواطنين والإخبار عن أعراض هذا المرض. الأعراض هي نحول، آلام في البطن، حالات إسهال، وبعدها يتحول المرض إلى نزف تحت الجلد، إزرقاق في المناطق تحت الجلد، وبعد ذلك لا سامح الله تكون الوفيات بهذا المرض هو 40%. لكن نحن إن شاء الله وفرنا العلاجات اللازمة والضرورية لهذا الوضع. نعم دكتور، ذكرت العلاجات اللازمة والضرورية. نحن نعلم بأن حال المستشفيات في الموصل نوعا ما يعني هناك شبه مدمرة، هل لديكم القدرة على استيعاب لو لا سامح الله في حال انتشار ذلك، هل لديكم العلاج اللازم لهكذا حالات؟ هو العلاجات الحمد لله متوفرة بالموصل، لكن يعني نوه المواطنين الكرام أنه لا يوجد هناك لقاح لهذا المرض أو لهذا الفيروس، وإنما هناك الوقاية من هذا الوباء. الوقاية هو بالنظافة، مكافحة القراض، تغطيس الأغنام، هو هذا الوقاية من هذا المرض. وفيما يخص هل لدينا استعداد، نحن استطعنا والحمد لله أن نتصدر المحافظات العراق من حيث تسجيل أقل عدد من الإصابات والوفيات فيما يخص الكورونا. وكانت تعرف حضرتك كانت عندنا الإصابات كبيرة تسجل، كثيرة تسجل في المحافظات. نحن لدينا الاستعداد على الرغم من أننا نقوم بتقديم الخدمة في مستشفيات كرفانية، والحمد لله مستشفياتنا ستجهز قريبا. تم يعني إعادة بناء كل المستشفيات، وستشهد محافظة نينوى في القريب العاجل إن شاء الله افتتاح المزيد من المستشفيات لتقديم الخدمة لأهلنا في محافظة نينوى. دكتور، محافظة نينوى الثاني أكبر محافظة من حيث عدد السكان، وكذلك من حيث لكون قرية جوجلي أول قرية على مستوى العراق في تربية العجول، والمجازر الموجودة، أعداد المجازر، هل بإمكانها تزويد الأهالي بهذه الكميات في حال فرض إجراءات على المحلات أو كذلك المناطق الغير مسموح لها؟ طبعا نحن نتمنى أن أصحاب المجازر يتعاونون مع دائرة الصحة نينوى ومع البيطرة بضرورة فحص الواشية، وقبل الفحص ضرورة بالبداية مكافحة القراد، مكافحة تغطيس الحيوانات. الوقاية هي ضرورية جدا، وهناك البيطرة متواصلين مع أصحاب المجازر لفحص الماشية والتأكد من سلامتها من هذا الوباء، وإن شاء الله سنتعاون وسنتخلص من هذا الوباء إن شاء الله. في حال تفشي، هل لديكم إجراءات غلق المحلات، غلق المنطقة الحالية الموجودة نحن فيها؟ حاليا يتم أو وجهت صدرة الأوامر بغلق منطقة الجوجلي، غلق 100%، عدم السماح لدخول أو خروج الماشية من هذه المنطقة خوفا من تفشي المرض أو انتقاله إلى مناطق أخرى. وكذلك فيما يخص الجانب الأيسر أيضا شكلت الفرق الطبية من قبل دار الصحة نينوى وبالتنسيق مع البيطرة لتوعية المواطنين، وكذلك الرقابة الصحية موجودة وتجول وتفتش أصحاب المحلات والجزارين، وضرورة اتباع الإرشادات والتعليمات التي تصدر عن البيطرة وعن دار الصحة نينوى لكي نحمي المحافظة وأهلها من هذا الوضع. نعم، نحن في بداية أول ظهور لهذا المرض، حمى النزيفية،
ماذا يعني هل لامستم بأن هناك تعاون مع المواطنين من خلال فرض العزل على خروج الماشية؟ احنا يعني بصراحة نتمنى من المواطن التعاون، وهذا يعني هو لسلامة المواطن وسلامة المحافظة وسلامة أهلنا في هذه المحافظة وسلامة حتى العائلة. لذلك من الضروري جدا احنا كدار الصحة نينوى أو كبيطرة لا نستطيع وحدنا أن نكافح هذا المرض أو نستطيع أن نحمي هذه المحافظة بدون تعاون المواطن أو تعاون أصحاب المحلات أو القصابين أو حتى أصحاب الماشية ب يعني مكافحة القراد ومكافحة تغطيس الحيوانات باستخدام المبيدات الخاصة. وبيطرة أيضا وفرت كل المواد اللازمة وضرورية لأصحاب الحيوانات اللي يخص هذا المرض. نعم شكرا دكتور. نعم مشاهدينا الكرام، كما استمعتم إلى دكتور فلاح الطائي وضعنا في تفاصيل المرض وآلية الوقاية اللازمة. نحن مستمرين في تغطيتنا حول انتشار حمى النزيفية هنا في مدينة الموصل وبالتحديد هنا في قرية جوجلي، فكونوا معنا. نعم مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأفاضل، مشاهدي ومتابعي قناة الأيام الفضائية، ها قد عدنا وإليكم تغطيتنا حول ظهور أول إصابة بحمى النزيفية هنا في مدينة الموصل وتحديدا في قرية جوجلي ضمن ناحية بعشيقة. معنا الآن دكتور عدي العبادي الناطق باسم خلية الأزمة وكذلك ناطق باسم مدير مستشفى البيطري هنا في الموصل، سوف يتحدث لنا عن هذه الإصابة. نعم سلام عليكم. السلام ورحمة الله. طبعا صحح العنوان، أنا دكتور عدي العبادي مدير مستشفى البيطري في محافظة نينوى. بالنسبة لمرض الحمى النزيفية، حقيقة هذا المرض ليس بجديد. المرض مسجل في محافظات عراقية يعني منذ فترات طويلة، وأيضا كان عندنا أيضا بؤر للإصابة في سنوات ماضية في محافظة نينوى. طبعا المرض يسمى يعني من ضمن مجموعة من الأمراض تسمى بالأمراض الانتقالية أو الزونوتيك ديزيز، اللي هي الأمراض اللي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان. هذا المرض طبعا يعني ينقله القراد الحامل للفيروس، يقف على جسم الحيوان سواء كان أغنام، أبقار، عجول، ماعز وحتى الخيول، يقف على جسم هذا الحيوان. أثناء ما يقرص الحيوان لغرض أخذ الدم ينقل الفيروس إلى داخل الحيوان، طبعا يصبح الحيوان مصاب بالفيروس وحامل له في نفس الوقت. المشكلة أنه الحيوان ما تظهر عليه أي علامات سريرية،
يكون المرض سايلنت، يعني صامت في هذا الحيوان. المشكلة وين؟ المشكلة بعد ذبح الحيوان. بعد ذبح الحيوان الدم اللي يخرج من الذبيحة وأيضا السوائل اللي موجودة في 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 الذبيحة والباتشات، يعني هاي الملحقات الذبيحة تكون مشبعة بالفيروس. فإذا كان هنالك شخص مجروح أو أكو فتحة بالجلد، هذا الدم أو هاي السوائل إذا دخلت إلى مجرى الدم سوف تؤدي إلى حدوث إصابة للإنسان. طبعاً أول شخص يعني ممكن ينصاب بهذا الموضوع هم القصابين أو الشخص اللي يذبح الذبيحة. فلذلك ننصح الجميع سواء جزارين أو غير جزارين أنه رجاء لا حد يذبح في الأماكن الغير مخصصة للذبح، يعني ننصحهم أنه يذبحون في المجزرة. طبعا بالنسبة للقصابين هنالك لجان مختصة باشرت منذ يعني منذ بداية الإصابات الأولى للمرض في المحافظات العراقية الأخرى، باشرت بمحاسبة الجزارين اللي يذبحون خارج المجزرة، وستتخذ إجراءات قانونية مشددة بحقهم، يعني وخصوصا الآن يعني بعد ظهور أول إصابة المحافظة، يعني ماكو أي مجال يعني اللي يعني راح يعني يلقى القبض عليه أنه ما ذبح المجزرة، راح تتخذ بحقه إجراءات مشددة. أيضا احنا ننصح أمهاتنا، ننصح أمهاتنا في البيوت أنه يلبسون كفوف أثناء عملية تقطيع اللحم، لأنه ما تضمن يجوز هذا اللحم مصاب، وإذا كانت المرأة عندها جرح أو فتحة في الجلد ممكن ينتقل المرض عن طريق هذه الفتحة إلى مجرى الدم وتحدث الإصابة. طبعا يعني مثل ما قلنا هذا المرض خطر ونسبة الوفاة به عالية، ولهذا السبب يعني احنا نتمنى من الجميع الحذر وعدم شراء اللحوم. يعني هذا نداء من خلال قناتكم إلى كل أهلنا في محافظة نينوى، أنه أولا ما تشترون لحم إلا من قصاب معتمد ويكون اللحم مالته مختوم. ثانيا أمهاتنا في المنازل، أمهاتنا وخواتنا وكل اللي قطعون اللحوم، احنا ننصحكم بلبس الكفوف تحسبا لا سامح الله في يعني انه يكون هنالك يعني إصابة في هذا اللحم او اللحم بحامل الفيروس. وايضا ننصح الجزارين انه ما يذبحون الا في المجزرة، لانه راح يعرضون نفسهم الى المساءلة القانونية وسوف تتخذ بحقهم اجراءات عقابية كبيرة. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى الصحة والسلامة للجميع. دكتور، هل المرض يعني فقط يعني ينتقل مباشرة باللمس أم عن طريق مثلا الفيروسات؟ لا حقيقة هذا المرض ما ينتقل يعني عن طريق الرذاذ أو عن طريق التنفس، يعني ما ينتقل بهذه الطريقة كما هو الحال في كورونا. لا، ينتقل فقط عن طريق التلامس المباشر للدم يعني إلى 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 شخص آخر. يعني إذا عندك مثلا جرح في الجلد وجاء دم ملوث يدخل إلى مجرى الدم وتحدث إصابة، أو ممكن شخص مصاب يعني يتم سحب عين الدم منه، الإبرة أو الأدوات اللي تستخدم في عملية سحب الدم إذا لامسها أي شخص عنده جرح بيده أيضا ممكن تحدث الإصابة عن طريق الملامسة للدم المصاب بالفيروس، هذه فقط عن طريق الرذاذ وعن طريق التنفس لا يحدث انتقال للمرض. المجازر الموجودة في الموصل، عدد المجازر، وهل لديكم يعني في حال منع المحلات أو أصحاب القصاب أنه يذبح في محله، هل لديكم قدرة على استيعاب أهل يعني؟ طبعا احنا عندنا مجزرتين، مجزرة في الجانب الأيسر من المدينة ومجزرة في الجانب الأيمن من المدينة، ويعني المجزرتين بطاقة استيعابية كافية جدا لسد كل عمليات الذبح الماشية الموجودة في محافظة نينوى. لكن المشكلة عندنا أنه قسم من الجزارين حقيقة غير ملتزمين بالذبح في المجزرة، وطبعا الآن راح يكون هنالك إجراءات عقابية شديدة بحقهم. اللي ما راح يذبح بالمجزرة راح يعرض نفسه للمساءلة القانونية ويعني وغرامات أيضا مالية.
دكتور، بعد اكتشاف المرض ما أبرز كان إجراءاتكم بحق المريضة المصابة؟ هذا الموضوع حقيقة يخص دائرة الصحة نينوى. احنا كمستشفى بيطري فقط يعني معنيين بالإجراءات الخاصة ب نعم هذه فقط الإجراءات. نعم، فيما يتعلق في حال الإصابة، إصابة أحد المرضى نسبة يعني من في حال مثلا لا سامح الله نسبة الموت للمريض يعني كم؟ والله نسبة مرتفعة حقيقة. دائرة الصحة نينوى ممكن تعطيكم معلومات أكبر في هذا الموضوع. نعم، شكرا دكتور. كان معنا دكتور عدي العبادي مدير مستشفى البيطري في مدينة الموصل، وضعنا في تفاصيل حول الحادث، وكذلك وجه دعوة إلى الموصلين للالتزام بالإجراءات الوقائية وكذلك شراء اللحوم من المجازر تجنبا لانتشار الوباء وكذلك تجنبا لانتشار الحمى النزيفية بين الأهالي. تغطيتنا متواصلة، فكونوا معنا. نعم مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأفاضل، مشاهدي ومتابعي قناة الأيام الفضائية، تغطيتنا متواصلة حول ظهور أول إصابة بمرض الحمى النزيفية هنا في مدينة الموصل، تحديدا في قرية جوجلي المشهورة بتربة العجول. فبعد أن كانت هناك إصابات في جنوب العراق في بابل والناصرية وكذلك وصولا إلى كركوك، الآن تم تسجيل أحد الإصابات بالحمى النزيفية هنا في قرية جوجلي. معنا الآن أحد مربي العجول، سوف يتحدث لنا عن نبأ أو استماعهم للمرض، كيف كان ردة فعلهم حول طبيعة المرض. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، ممكن تحكينا عن يعني من المرض حاليا، هل كان سابقا موجود أم حاليا لأول مرة؟ الحمد لله رب العالمين، والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وبعد المرض اللي سمعناه هذا اللحظة هسه بالآن، واللحظة اللي سمعناه بأن بيت توجد حرمة بين إصابة بمرض الحمى النزيفية موجودة الآن في المستشفى، سمعنا بهذا الخبر. سابقا ما موجود هذا الخبر في قرية جوجلي أبدا. دائما الجوجلي مشهور بتربة العجول، يعني هل كان لديكم إجراءات سابقة حول المرض؟ ما سمعنا إلا بالجنوب، سمعنا هذا الخبر موجود بالجنوب وما كان موجود بالجوجلي. الآن
هذه اللحظة سمعنا بهذا الخبر، امرأة أصابت بهذا المرض، ومخاوف موجودة عند أهل القرية، مخاوف هذا موجود، والصحة موجود والبيطرة موجود هذا إيه. ومن ناحية اللقاحات اللي موجود في داخل البيطرة، لقاحات الحمى الخلاعية، عندما نسمع بالتوزيع الحمى الخلاعية موجود هذا الأدوية نسرع إلى هذا الثماء ويجهزونه بهذا الثماء، ولكن اللقاحات حمى النزافية لا توجد هذا موجود في البيطرة، لا ما موجود في البيطرة ولا موجود في الاسماء داخل الدوائر، حتى في العيادات الخارجية ما موجود، ما سمعنا بهذا الأدوية ثم النزفية. ثم النزفية في حال يعني تتقبلون إجراءات الدائرة الصحة نينوى؟ نعم، عندما سمعنا هذا الخبر من الآن نراجع الاسماء دائرة الدائرة الموجودة في نينوى. أنتم حاليا دائما من تأخذون المواشي والعجول للمجازر أم للمحلات يعني الموجود بالقصاصيب مباشرة؟ لا، من الأسواق، من الأسواق سوق البقر يسموه، نشتري هذا الاسماء هذا الحوالي. نعم، منطبع على البيوت، منطبع على البيوت، أولا نأخذ اللقاحات الموجودة ونلقح الاسماء هذا العجول. أي لقاحات؟ لقاح حمى الخلاعية والتهابات. ما النزفية ما موجود هذا. دعم الحكومة لكم يعني شلون في هذه الجانب، هل اكو دعم ولا لا؟ الدعم الحكومي حيل قليل كلش، الدعم الحكومي. وانتم نعم نحن المربي نشتري من المحلات، نشتري محلات ما تكون من الأدوية، نشتري هذا الأدوية بس ما الحمى النزفية ما موجود، لأن ما كان موجود هذا المرض في داخل القرية. لأول مرة سمعنا بهذا الخبر اسمه، ولدينا يعني العوائل والمربين مخاوف من هذا المرض. العجول تأخذوه على المجازر لو يعني من الذبح، أنت قلت نحن نشتري مثلا بالسوق البقر وبعدين نجي نستخدم اللقاحات والتربية، ما بعد ذلك يعني تأخذوه على المجازر لو تأخذوه على القصاصين؟ نأخذوه على السوق، موجود سوق نزار السعدون، ناخذه على السوق هذا، يجي المشتري القصاصي بيجون يذبحون، وتوجد اطباء في داخل المزرعه فحوصات وكامل موجود اطباء، وهذا يذبحون اذا بدون ختم، ما ياخذون بدون ختم الا اكو اطباء موجود دكاتره غادي يفحصون اللحوم وياخذون للاسواق. اجراءاتكم سليمه أنت. سليمه كل السليمه ودقيقه كلش من ناحيه الاطباء ما الموصل. ما عندكم اي شيء مخالف مثلا البيع والشراء والختم والمجزره كله مختوم؟ كله مختوم من ناحيه هذا صحه نينوى موجود دكاتره في داخل المزرعه السعدون موجود، يعني اجراء كامل موجود من ناحيه الصحه. نعم. حاليا اي مرض ماكو بقوق جليل حلال اذا ملقح، بس اذا حلال يجي هو سرحي هلاكات، هذا ينباع للقصاصيه باللشه 100,000، المفروض الصحه هذا الصحه يطلع يحاسبه. اما الربط بقوق جلي كله ملقح ويطلعون كشف كله ملقح، حلال قوق جلي سليم ما بيلحد اي حاله نزفيه بالحلال. اما للعلاجات البيطره هذا بالسنه مره يجي علاج مال الحمى القلاعيه يوزعون على 8,000 حولي، الكميه ما يكفي. حاليا قريه جوجلي اول قريه على مستوى العراق بتربيه العجول، كيف الدعم الحكومي لكم؟ ماكو دعم حكومي.
طن العلف شعير 850 الف احنا نشتريه، تبن تشيز 9000 دينار نشتري، دعم من الحكومه كل شيء ماكو، كل شيء اي دعم من الحكومه ماكو، لا من اللقاحات ولا من العلاجات ولا من العلف ابد ابد. معتمدين على نفسكم؟ معتمدين على الله وعلى نفسنا، يعني هسه طن الشعير ب 850، الطحين نشتريه ب 800، حنطه ب 700، هذا يلا يلا يسد الحاجات، دعب الرباطه مال جوجل، يعني هالسنه هلاكات كله بجوجل، يعني خساره ماكو ربح. حاليا المرض حاليا اللي جاكم حمى النزفيه، انتم يعني كرباطي اجراءاتكم؟ حاليا حمى النزفيه بالموصل ماكو، الظاهره ظهرت بالجنوب وبكركوك كم حاله صايه، بس داخل مدينه الموصل لحد الان ما سمعنا حمى النزفيه. نعم قبل قليل يعني مدير الصحه ومدير المستشفى البيطري اعلنوا عن ذلك. احنا حاليا يمنا ماكو، هسه كل الرباط افطر عليهم، بيت بيت يفطرون عليهم، حاليا اصابات حلال ماكو حمى نزفيه، بس اما حلال يجينا السرحي من الاوبر هذا يباع حلال يذبحون 100000 يبيع القصاب يشتري، هذا المفروض صحه حاسب القصاصيب. من وين يجيكم هاي؟ هو حلال من تشتري انت السرحي ضعيف، يجي بها هلاكات يقعد تعالج، قسم منه يموت قسم يذبحه يبيعه 100000 ب 50000، هذا المفروض الصحه يحرقه. يعني وين ينباع هاي اللي تقول 100000 و... هذا كله ينباع بالسوق اما القصاصيب. انتم يعني حاليا يعني رباطي بالموصل تاخذون العجول وين يعني دائما؟ احنا عجول يجينا استيراد من جورجيا، يجينا من تركيا، يجينا من ايران، يجينا من الجنوب العراقي، يجينا احنا نربط. يعني هو يجي سرحي جلده عظم، احنا هنا 10 اشهر سنه نربط حلال، علاجات نعالج الحلال يطلع سالم سليم يمنا. يعني هسه اي مختبر يجي ذبح مصلخ، هسه حاليا يذبحون مصلخ باشراف الاطباء، بس اما هذا الهلاكات يذبحونه بالمحلات يعني الخارجيه بدون ختم بدون اي شيء على اللحم. ولهذا ما يسبب لكم يعني يعني دائما انتم تاخذوا على المجازر بشكل قانوني، يعني ما عندكم اي مخالفه قانونيه؟ اي مخالفه قانونيه اذا حولي مختوم عليه ختم من الصحه من البيطره كل شيء ماكو عليه. بس اما هذا الحولي اذا هو وجعان مريض شبعان اوبر يبيعه 100000 50 طبعا راح يضر على صحه الانسان. حاليا في حال تطبيق الاجراءات يعني دائره الصحه نينوى او مستشفى البيطري، في حال مثلا فرض يعني منع تجوال او منع البيع يعني الحولي في السوق، ما يعني هل تتبعون؟ هذا ياثر على المواطن، ياثر على المواطن اذا هو 15 يوم ما يخلي حولي ينباع، هو العلف ماكو هسه حاليا يعني امطار قليله علف ماكو، طن العلف يوميا طن ما يكفي للرباط العلف، بس هو خلي يبيع الحلال يفتح طريق الحلال يحاسب المحلات اللي ما مختومه على لحمه. يعني انتم اجراءاتكم سليمه وما عندكم اي كله سليمه، خلي يطلعون صحه البيطره كشف على الحلال ما عندنا مانع احنا، بس اما الحولي ما مختوم يبيع 100000 لشه هذا خليه يحاسبونه. نعم مشاهدينا الكرام كما استمعتم المواطنين هنا متبعين الاجراءات السليمه والصحيه من خلال بيع اللحوم او بيع العجول هنا في المجزره الموجوده، المجزره الوحيده في الجانب الايسر في قريه جوجل الموجوده، ملتزمين بهذه الاجراءات الوقائيه لضمان سلامتهم وسلامه المواطنين، على اعتبار ان قريه جوجل مشهوره بتربيه العجول على مستوى العراق، ربما هناك اكثر من مليون عجل او ما يعني بقيه سواء كان المواشي او العجول او ما الى ذلك. ها قد وصلنا وإياكم إلى نهاية تغطيتنا لهذا اليوم، نستودعكم وإلى اللقاء.